إن شاء الله تكون لاباس كامل، وإن شاء الله تكونوا مازالكم شافين على قضية الأستاذ اللي كنا درنا عليه حلقة في برنامج عشت وشفت، الأستاذ إسماعيل اللي كانوا حبسهم الخدمة على جائزة تحفيزية دارها للتلاميذ. هو الأستاذ كانوا تعاطفوا معاه بزاف جزائريين داخل وخارج الجزائر، وحتى عربيا كانوا يهضروا عليه في تيك توك، وكانوا مواقع بزاف كانوا يهضروا على القضية تاعو. انا علاش راني نهضر في هذا الفيديو، لانه انا كان المفروض نصور الحلقه هذه، ولكن لاسباب خارج على ارادتي، خارج على قدرتي، انا مانيش قادر نصورها نقولها في التلفزيون. بصح راح نقول لكم واحد المعلومه، شغل يعني فريمون ماشي حاجه اللي نقدر نشدها هكا خليها عندي، يعني امانه لازم نقولها للراي العام امانه. بون، كيف فاتت الحلقه تاع الاستاذ اسماعيل، عيط لي هذا الانسان اللي راكم تشوفوا تصويرته في الستوري. هذا الانسان عيط لي قال لي خويا يوسف انا عندي الدليل البراءه تاع الاستاذ اسماعيل. هو الشيء اللي راني نقول لكم فيه، شغل فعلا لا يصدق، حاجه لا تصدق، شغل ما متسي تتخيل انه كباب تصرا هكا، شغل حاجه ما تجيش في البال. بصح دائما الانسان المؤمن على باله بلي كل شيء صرا لسبب معين، كل حاجه تصرا لسبب معين. السيد هذا عيط لي ورى لي دليل البراءه القاطع للاستاذ بلي هذا الاستاذ ما عنده حتى علاقه بالهاتف وبالتليفون ايتترا ايتترا ايتترا، بدلائل شغل ماشي حاجه، بدلائل لا تحتمل حتى التاويل، يعني واضح انه انه التهمه الاستاذ بريء منها. ولكن هذا السيد مسكين مات. والنهار سمعت بالسيد هذا باللي مات، انا ضربت على عقلي ما لقيتوش. السيد كان يهضر معايا في التليفون، وهضرنا وقيل دو فوا مع اطراف واحد اخرين، وخلاص وتفاهمنا على اساس انه يتلاقى مع الاستاذ وكل شيء، ويروح معاه الى ابعد درجه باش الاستاذ يثبت براءته، قال له نجي معك للمحكمه ونجيب هاد الناس ايتترا ايتترا ايتترا. هم بعد سمعنا بلي السيد مات، دار اكسيدون في الطريق وتوفى. وانا شغل كي سمعت به مات، شغل ضرب لقيت على ما ضربت على عقلي ما لقيتوش، يعني الاستاذ تانيت ومرت الاستاذ كيف كيف ومنا، وديتها على اساس انه هذه بلك كاين اللي يقول لك دوكاوي بالغ ولا، بصح وكانه انا حسيت شغل هذه امانه نوصلوها للراي العام ونوصلوها للسلطات. السيد جوست قبل ما يموت وصى انه نبرئ الاستاذ. وكاين بالك دوك اللي يجي في بالهم اللي زعما هذا بالك كاش انسان هكا شغل حبي يدير فيلم، يعيط لنا يقول انا عندي دليل البراءه، ومن بعد يقول لنا بلي يعني يدير سيناريو باللي مات ولا، بصح لا هو السيد فعلا مات، ودليل البراءه راهو عندنا، يعني ودليل البراءه شغل لو كان انا في حصه نقدر نهضر عليه باريحيه، بصح ما نقدرش نهضر عليه بكل تفاصيل. بصح هو وانا مسؤول على كلامي، ودليل براءه قاطع للاستاذ بلي الاستاذ ما عندوش علاقه بالقضيه هذيك. ف والله ما عرفت واش حرت واش ندير. دليل براءه انا ما نقدرش ننشره هكذا. خبرت فريدة عبري المحاميه، خبرت الاطراف المعنيين بالقضيه، بصح قعد لي هذا السيد في راسي، قعد لي نقعد نتفكروا. وكما قلت لكم لاسباب خارج على ارادتي، يعني خارج على قدرتي، انا شغل مانيش قادر ندير الحلقه في هذه الايام القادمه ولا الاسابيع القادمه ولا الاشهر القادمه. بصح مصير الاستاذ راهو معلق، وانا نتعامل بواحد السياسه، انا مانيش غراق ولا انا صحفي، يعني انا كي نخدم مع انسان ونخدم معاه مع الاول بموضوعيه وبحياديه وكلش، يعني بصح كي نعرف انه السيد هذا مظلوم نروح معاه الى الاخير، وكي نعرف انه هذا السيد ظالم وان شاء الله يدفنوه ما نهضرش ما نديفونديش عليه. بصح انا يعني متأكد يعني 1000% من براءة الأستاذ ومن دليل البراءة. إن شاء الله برك
نروح في الطريق الصحيح. هذا مكان. وبعيدا على الحسابات والحساسيات الضيقة في الموضوع، وشنو هو دور الصحافة، دور الصحفي الحقيقي؟ ماشي نقل انشغالات المواطنين، ماشي لازم نوزل كلامي، مانيش حاب نقول كلام ممكن يدور عليا. وشنو هو دور الصحفي الا ماشي باش انسان مظلوم يوري لك بلي انسان مظلوم، ولا صرات غلطه يوري لك بلي صرات غلطه، الا ناس عندهم مشاكل وانشغالات شرعيه توصلها لهم، وشنو دور الصحفي الا ماشي هذا؟ هذا ماشي داخل في دور الصحفي، هذه ماشي خدمه المواطن، هذه ماشي اكبر حاجه نديروها للعباد وللبلاد، اننا نقف مع بعضنا لتحقيق العداله، تحقيق العداله الاجتماعيه، تحقيق العداله النفسيه الانسانيه. هذا هو دور الصحافه. شكرا.